السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصحاب توين سلامي دمانتين كسو دواد جلوك فايز از وولد فيديو غينا ما انتم حقوق هاد لينا أو قصايا سليد دقوم بها يعني فيديو غورة إسل سعودان أصحاب تين فيديو غاني تود لأن فيديو غورة وحاد كو قصو الشيغي إن يعني سياب بدل لو استعمال سليد دقوم بها إن وحان إنصار لهاي فيديو غان فيديو كو حيقو أنكسو سمينا يعني إن شاء الله مركا إن أصحاب تواكنا وحاد جرو سياب بدل أو سليد دقوم بها لو استعماله سليد وحواي مفيد إيه آدي آد وفي عن وحواي أنتي بكتيريا إيه أنتي أكسيدان وحيلا ذا فيتامينات بدن إيه بروتين إيه سيدا فيتامين كا إيه فيتامين إي أوميغا تري وحيكا ليلا ذا بروتينات بدن يعني سليد وحواي مفيد إيه آدي آد وفي عن ما شاء الله دي أورجانيك أهلي سين سليد عجيب إيه ويا أصحاب تصفي عن وشقينيس أو آدي آد وفي عن أو لا استعمالها يتمها ويجيغا جيركا إيه ميلا بدن أو جيركا كميدا لا استعماله كسو دواد ان شاء الله انت فيديو غود غلين وحدا كعد سناي فيديو لايك انا نو سارتين او لايك تا اهل مامنا فيديو لايك تي سسيه لايك تو اركتن ادي وفضل ده لايك تدق لاسك سي ان شاء الله ادي اذن انت كغم هات علينايا سرنا انك اصحاب تسليد قنبها وحواي السليد ما شاء الله ايه او تن اي عرب لو استعماله يعني جيرك او دن لو استعماله من تن اي عرب لو استعماله ما شاء الله تبارك الله اسكراب الله قدكتا يعني قنبها اي وحال اسكو درسا اي سليد قنبها يعني اسكراب كان اسكراب عجيب ايه jirka nadiifinaayo midab furaayo oo waxa way kaal iska arag insha Allah waa soo sameynaya scrub kan itood bana soo sameynaya waxa la isku darsada marka in qumbaha iyo waxa la isku darsada saliid qumbaha iyo xayal kala jiraan oo lagu darsado jirka marka scrub looga dhigto si fiican scrub shaqeynaya way ajeeb ah jirka dhan caraf ka dhigaa ma sha Allah liisha ka dhigaa nacuu ma siinay midab kan furaayo way scrub ka marka ugu horeysa scrub laga dhigta sidoo kale waxa scrub looga dhigta faruuriyaha ama bushimaha أو حالوك دكتا إسكراب أساقنا بحواي فرورتا ما شاء الله هدي فرورتا ده إيقلالان تاي ميدب كيادو شوي يعني إيقاميق أي تاي أو ميدب كي يعني أو ميدب كيادو هر أسكب بدلي ميدب كو كوفوريسا إن واقوينيسا فرورتا دي قلال إيقاء هيدي ناعم نوي كديسا يعني دلال نوي سينيسا لم عير سينيسا ما شاء الله فرورتا وحالوك دكتا إسكراب طبعا سليد دكري جيد مأهان يعني قوم بها لغدرا يوحيالك لغدرا إن شاء الله ونوصا سمينايا جيركو وحالوك دكتا إسكراب جيركو أوردن يعني سدوا كل وجهة والله قد اكتئ سكراب فروريهن والله قد اكتئ يعني بشمهن والله قد اكتئ سكراب ما شاء الله قيبت سكراب كعجيب ويا أصحاب تسليد معلن قنبها الله استعماله وحكى الله استعمال سليد قنبها ميك اب كالس هذا يعني ما شاء الله تبارك الله سفي يعني ميك اب وغادسة عندها ريموشكا بالش عندها يعني حواجبك أما صنيها وجهك أردن يعني ميك أبك ما شاء الله سف يعني وقاعدة يسوي وجهك صدق على فروريها مركز رصيتها يكون مرسن تاي يعني وحي بميك أب إيه وجهك يكون مرسن إسلام مركز وقاعدة سوا كان ذي في ما شاء الله سليد دخون بها مركز واستعمالشد صوف أنا استعمالها طبعا يعني صوف أو دوارد أو ريج إيه أو لو تلقى إن أو يعني ميك أب ريموفر كإيه أو لسكا قاعدة أسريد واستعمال ساعة كشوفة ساعة كتبنا وحواي واكو مسحيسا ميك اب كا نقصي كا قاديسا يعني سيد قدقي كا قاديسا ما شاء الله ميك اب كا نصاصا لسكا قادا ما شاء الله سليد قنبها وحكى الله استعمالا ان مركي حاد لسكا قادا جيرك حاد لقا قادا سيد وجيكا مركي حاد لقا قادا سليد قنبها اورجانيك ايه ما شاء الله تبارك الله سي ادي كو ساعديسا جيركا اوردن مركي هرتينا حاد اسكا قادد كل كلها مركي اسكا قاديسد منطقة حساسة يعني ميلها حساس كأوكلا مركي أرتنتين أسكا قادد إن أنت أسكا قادم كهرة لاستعمال سليد قنبها ما شاء الله سي آذي آذي كاك ساعدي سا كل كلها إيميلا حساس كأي مركا سليد قنبها أورجانيكا واستعماشد إن وحوا عن عن مسكو أركيسد حساسين مسكو أركيسد ما شاء الله لأن سليد وحوا سليد وأنتي بكتيري إيه بكتيري ديليسا مركا حافي عن أنت حاد أسكا قادم أما تنتا أسكا قادم كهر إنا مرستت مركا أسكا قادم كبعدين هدنا أنا مرستت حاد جيركا نساسا لوغ استعمالا ما شاء الله وحكى لنا استعمال أصحاب تسليد قم بها أين أفكا أفكا الغلو الغضاء واللي بالصباح دي مركز الصوكع أفكا الغلو الغضاء عادي قال له استعمالها أفكا الغو عادي استا حالو درس ده هدي الرب معجون كاكو درس نيسا أما بكين سودا واستعمال سا يسليد قم بها اسكو درس ني أفكا ونظيف نيسا نظيف يكري نيسا سيدوك الإلكها وعدي نيسا بحيو في عنتها إلكها يعردك نظيف يكري نيسا أفكا عرف يكري نيسا ويعرف نيسا ولي بحافي عن صباح ذي إن لغولو لغضو أما لغو عادي استو أما بكن سودا لو استعمال إي معجون كالو درسن كرا مركا إن أفكنا آذي آذي وفي عنتها النظيف يكري غيسا الكهوة عدينيسا أفكنا عرف يكري غيسا ويعرفينيسا ما شاء الله تبارك الله آذي آذي وفي عنتها أفكنا إن سريد قم بها لكن وحوايا سريد أورجانيك مركا يتهي ما أها سريد بارشود أو تمها لو تلقى لأي ما أهن وحالو استعمالها سريد قم بها مركا أورجانيك أيتهي
waxaa kale loo isticmaalaa masaaj jirka oo dhan lagu masaajeystaa. Sidoo kale wejiga jirka bakteriyada ka dilaysaa waxay u fiican tahay jirka markii uu qaleelka uu yahay, waa qoyneysaa jirka, way ratibaysaa, ratuubay siineysaa, nacuumay siineysaa, naacmay ka dhigaysaa. Sidoo kale midabkay u fureysaa. Haddii nabar aa qabtid iyo nabar aa jirka aa ku leedahay, nabraha aaday ugu fiican tahay. Maashaallah wejigana waa lagu masaajeeyaa, wejiga aaday ugu fiican tahay, way ratibaysaa, yacni skinka oo dhan ay ratibaysaa, ay aad u qurxisaa. Haddii yacni wejigaaga uu qalalan yahay, aaday ku naasibaysaa, wejiga waa qoyneysaa, lana vitamin aaday leedahay, sidoo kale protein ay leedahay, vitamin E aa ku jiro, sidoo kale vitamin A, omega 3 sida hornigu sheegabo, iyo protein badan. Marka waxay u fiican tahay skinka markii uu qaleelka uu yahay, yacni skinka waa qoyneysaa, way ratibaysaa. Finankay u fiican tahay, xataa finanka waxa waaye cilaajeeba u tahaybo, tahir waaye maasha allah, waxa waaye bakteriyada ka dilaysaa skinka. Marka si toos loo isticmaalo oo rotiin laga dhigtana waxa wejiga waa yareyneysaa, maasha allah, waa jiidaysaa, baby kaaga dhigaysaa wejiga. Timahana aad iyo aaday timaha u qurxisaa. Timaha waxay xafideysaa brotiinka, yacni waxay xafideysaa brotiinka timaha. Sidoo kale timaha cilaajay u tahay, waxay ka ilaalisaa go'itaanka. Timaha waa qoyneysaa, timaha qaleelka aaday ugu fiican tahay. Timaha khafiifka ahna quwaday siisaa, way badineysaa, xoogi u yeelaysaa timaha khafiifka ahna, wayna dheereysaa timaha maasha allah. Waxay ka ilaalisaa go'itaanka, timaha go'aaya, tasaaqud kale hoos kasoo siibmaya, saliidda qumbaha aaday aaday ugu fiican tahay. Timaha oo daciifka aaday ugu fiican tahay, tintaada haddii ay daciif tahay, saliidda qumbaha isla ogow, laanna tinta daciifka ah waxa way quwaday siinaysaa, xoogi u yeelaysaa. Waxay kale u fiican tahay aflaaqada, aflaaqadan ka hortagay u tahay, ama timahaaga haddii aflaaqa ay leeyihiin aad iyo aad kaaga saacideysaa, yacni tinta waa qoyneysaa, ratuubay siineysaa maasha allah. Sidoo kale jileecay ka dhigaysaa, waa madoobeyneysaa, wayna bixisaa, way dheereysaa. Timahana aad iyo aad u fiican tahay. Waxaa rajeynaya asxaabta dhammaantiin inaad ka wada faa'iideen macluumaadka idin soo sheegay oo quseeyay, yacni saliidda qumbaha. Waxaa rajeynaya inaad ka wada faa'iideen oo ka wada hesheen. Haddii aad ka hesheen waxaa idinka codsanaya videoga like inaad noo saartiin oo like-ta aad ka tegina, like-ta halmaamina insha allah. Aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa. Insha allah waxaan oo baran ee videoga dambe, waxaan idinkaga tegayaa khayr badan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.